بسم الله خمسة غدير البنطة خمسة. يلا بسم الله. عندي هنايا واحد الموديل ديال شنو هذا سيدة؟ جوهرة قفطان. تشوف جوهرة قفطان. المشكل اللي عندنا هو انه هاد التواب هادو ديال برا ما كيكونش فيهم العرض. شحال عبرتينا فيه؟ فيه متر و 14. هذا هو الديفو اللي فيه، فيه متر و 14 وما فيهش طول بزاف، يعني عندنا 3 متر في الطول. هو من الاحسن الا عندك 3 ونص مزيانه ما كيعذبكش. دابا هذا بحال حنا غادي نقمرو صافي صافي، غادي اللي عطانا يعني اللي عطانا في الكموال غنديرو. كيف ما كتشوفوا راك غتسد البلاصه المسدوده من الفوق حتى لتحت، من الفوق حتى لتحت البلاصه المسدوده اللي غنسدوها. بالنسبه للخطوطه كما كتشوفوا الخطوطه راه غنخدموهم بالطول. المهم هذه الطريقه صراحه اللي غنخدموا بها. سيري نجيبو لها متر و 40 غادي نعبروا الطول. سير حاول شويه النور. ابس صراحه التصوير واعر. سمعت البنات التصوير راه واعر، مابقاوش تقولوا لينا مازال التصوير وكذا وكذا. التصوير راه ماشي اجي وصور، خاصة الا ما بديش الوجه يبان راه صعيب الحال صراحة. انا دابا هزا لاباراي، تحية للبنات اللي كيصوروا معايا مساكن. المهم كيف ما كتشوفوا عبرت الطول من التحت حتى لهنا. بالنسبة للصالة غنبداوها منين؟ غنبداوها من الوسط صافي، ما غنبداوهاش من التحت. كنبدا دائما مني كنبين ندير الداخل في الخارج كنبدا من الوسط. يلا سيري كملي. 40 الكتاف 20 بلا 40 بداي ليا كي كنخدم انايا العنق على الكتاف باش ما يخربقوش الناس. غادي نعبر غندير 8 بالنسبه للقفطان. 8 كتجي فيه مزيانه. كنعبر 8 غنزل بجوج. انا هبط بجوج، انا المترجم. هي كتحشم ما كتهضرش بالجات صافي كتحشويش صافي تقصدرتي مزيان. ايوا راه الحمد لله كنديروا صنعه مشرفه الحمد لله. ماشي كنبرحوا في السوق نبيعوا مطيشه ولا تصحاب مطيشه، راه خدمه مشرفه. نص غادي نخدموا الكتاف مقسمين على جوج هي 20. دائما كناخذوا العبار من هنايا ماشي من سبعه، من هنايا. سير كملي. كنهبط بثلاثة سنتيم كنطيح الكتف. زوين التوب واعر. سيري عندي هنايا ارتفاع الامام كنشدو من الخط ديال الكتاف. هذا الخط هذا راه اسمه خط الكتاف. غادي نهبط بشحال؟ 39. عندها السيده الكليانه 39. اشنو اللي كيتحكم ليا في ارتفاع الامام البنات؟ الصدر. ها ماشي المراه غليظه ولا رقيقه، كاينه مراه رقيقه وكنلقاو عندها الصدر، وكاينه مراه غليظه وما كنلقاوش عندها الصدر. يعني ارتفاع الامام كيتحكم ليا فيه السده الكليانه. كيف ما كتشوفوا راه خدامين البنات في البلاصه المسدوده، البلاصه المسدوده فاش خدامين، ماشي البلاصه المحلوله. سير هبطنا بارتفاع الامام سطرناه غنحطو عليه اش 30. ملي جبناها دوره الصدر مقسوم على 4 زائد واحد الخياطه دوره الصدر مقسمه على 4 زائد واحد الخياطه عطات 2 30. يعني طايش موين بحال هكا 30 غنحط. كنعاود نهز 30 وكنطلعها نحطها فوق خط الكتاف. هذا الخط اسمه خط الكتاف وهذا الخط اسمه خط الصدر. هي الصراحه كل واحد وخدمته. اغلبيه كيقولوا لها هذا خط الحزام خط الصدر. المهم عندها 30 هنا طلعت عاود ثاني 30 حطتها هنا. ها هي علاش باش دير باش تهبط بخط يكون نازل من الفوق حتى لتحت. هكداك علاش اصلا شنو هو الدور ديال 30 اللي كنديروا هنايا باش نحطوا عليها التركيز؟ باش ماشي الا مابار التركيز. الا جينا هنا نسطرو مباشره غادي نقدروا نهربوا به نديروا عوج. داكشي علاش كان باش نديروا الاسقاط يكون مقاد. فهمتوا كيفاش؟ اي الناس الاسقاط الرياضيات. عندها 20 في الكتاف غنزيد جوج هي 22. عندها 20 التركيز كنجيبو من القاعده ديال 20 ديال الكتاف مقسمه على جوج زائد جوج. عندها هنا في النص ديال الكتاف 20 زائد جوج هي شحال؟ هي 22. عاودي عبريها منين جبتيها؟ كنعبرها مايله كنحط واحد هنا من هاد الهبطه ديال 3 هكا كنحط واحد هنا من هنايا وكنقلب على 22 في هاد الخط هذا. في هاد الخط سير الا عبرناها من هنا خرجتو على الكسوه. غنعاود نشد من هنا لهنا داكشي اللي عندي في السطر باش الا غندير المستطيل يجيني مقاد. سير
صافي كنديرها مستطيل، كندير مستطيل وصافي بلا ما نخربقهم. ما حسيتي الا ما ديتيش ما غيقدرش بلا ما نعبر هنا كنعبر هنا هي البليصه. المهم انا كنلقى الدهير هكاك. المهم هنا كنديروا مستطيل، كنديروا هنا مستطيل ياك، وكندخلوا فيه بخمسه وكنطلعوا بخمسه، كنطلعوا بخمسه وكندخلوا بخمسه وكنقور بشويه. سيري زيد كمل. كنهبط هنا ب 15. لا سير لا كندخلو بجوج سير كندير سنتري تلفتك سير كندخلو بجوج كندير سنتراج. شتي الحاجه البنات اجي واحد دقيقه. داكشي اللي قلت لكم البارح في الفراشه قلت لكم انا 24، قلتوا لي 24 قليله، قلت لكم ننزلوا 39 ها فيك هاجي 39 ها انتم فهمتوني، احنا راه بغينا هنا فهمتوني كيفاش، يعني 24 كافياني. يلا سير. المهم البنات غادي نحاول نحط لكم درس الفراشه، طالبينو البنات بزاف وما درتو لهم البارح، انتما ان شاء الله غنديروا لكم، راه ما نسيتكمش من هذا الخط هذا كنزلو من الخط. ما تبقيش تقولي من هذا الخط هذا، اسم هذا الخط من خط الحزام، خط لا خط الصدر، خط الصدر خط الصدر كنهبط ب 15 باش نحط عليها دورات الحوض. الزين كيبان لك، وقفي شويه وقفي باش حنا اللي جلسات عندنا كانت تما شارفه نوض تقعدي دارت الحوض. يعني واقفين 34 منين جبتيها؟ 33 زائد واحد الخياطة. منين جبتيها؟ دورة الحوض مقسومة على 4 زائد واحد. مزيان. دورة الحوض مقسومة على 4 زائد واحد، حنا راه كنخدمو بالقواعد، ما كاينش حط 30 حط، الناس يعرفوا ديك 30 منين جات. ها هي النقطة اللي حطات، وها هي النقطة ديال الصدر. سيري كملي. 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 لاقي. لاقي هو الأول عاد كتجي كنصير. سيري يلا سير الله يسخر كل واحد هو. اش دير داك العرض كمل. اه يلا ناري ما يخصكش لكم، ما طويلاش اختي ما طويلاش. سير 44 ولا 43 ديريها 40 42 سير ديري 42. عبرنا 42 علاش عبرنا 42؟ عبرنا حيت السيده ما طويلاش، ملي كتكون السيده طويله كنعبر كثر. غنلاقي النقطه ديال الحوض مع مع لتحت كيف ما كتشوفوا. المهم هي كتخدم بهاد الطريقه هادي تا هكا مزيان، عادي كطلع تلاقي النقط الفوقانيين. شدوا لها في البنات جوهره البنات، حاولوا ديروا الثقال، راه دخلت انا واحد الحجره خاصها هي السكوتش، خدموا بالثقال. اللي عندها شي وطيه شي جميله، اللي عندها شي حاجه تحطها على اسمه. انا في الوقت كنصلا في الكوزينه فوق البوطاجي. اش كديري؟ يعني الفرق بزاف. سيري طراسي النقط على ديك الساعه نشوفوا الفرق. كندو هاد النقطة الحوض عند النقطة ديال الصدر، علاش دار الفرق؟ زوينة لا خير مزيانة. جا بحال ما مقنتش والو. علاش علاش بغيتي تقنسي من علاش ما تزيديش هنا؟ نزيد زيدي واحد شوية. ملي كتكون الكليانة عندها الحوض كبير على الصدر كنحاولو كنأنوليو هاد الجوج هادي كنديرو غير واحد. شتي كيفاش؟ أصلا جوهرة دابا مزيان. علاش درنا هاد أنولينا هاد الجوج هادي دخلنا بها علاش حيدناها؟ على قبل الكليانة باش ما تجيهاش ديك النفخة اللي كتكون هنا في الجنب. يلا سير صافي. زيد 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 على المقص اذا ما كملناش زيد غنطلعوا. كذاك البنات ما تنساوش لي هذه النقطه هذه، كنجي للجناب عندكم طلعوا لي في البلاصه المسدوده. كنطلع بخمسه، تقدر تكون كاع اقل من خمسه. حبسي ديري لي لا خدمي لي من الفوق. شوفوا البنات كاينه هذه القاعده هذه عمليه، كنحط حيدي صبري كنحط سبعه هنا. سير حتى سبعه واحد تما فوق من سبعه. صبر صبر وكنمشي للطول ديالي. لا سعيده هنا كنمشي للطول. شحال عندها هنايا؟ عندها 42 عندها الطول 142. شوفوا دابا ملي غادي ندورو شوفوا فيا حنا هنا دابا راه شاده السيده الاخرى ياك. شوفوا هاد 142 رجعي رجعي لهنا 142 ها هي هنا حبسات يعني الوسط يعني مزيان. سيري طلعي ها هي هي غادا كتطلع هي راه تبارك الله قدتها بوحدها. سيري هي غادا كطلع و 142 كطلع معاها. طلعتي بيه شويه ياك؟ طلعت حيت هي خمسه لا لا. المهم بالنسبه لهاد الطلعه هادي اللي كنطلعوا ياك كتحكم ليا فيها العرض. الا كنا دايرين 45 راه كتطلعي بخمسه، ما كنتي دايره 50 راه كتقدري تطلعي حتى لسته. هادي اشنو هو الدور ديالو؟ ما كيخليش البياسه تنزل لك من الجناب. صافي وغنقطعو القطيع، راه ما كنقطعش فوق الكري، كنخرج على الكري وكنقطع خاصة جوهرة راه كتبغي. سيري تبداي من هنا يلا سير.
صغري شوفوا فيا البنات بالنسبه للقطيع كنوصلوا عند الكتف زيد 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 حبس كنفوت هذا الخط كنفوتو علاش باش تجيني التقنيته الا ما فتيش راه ما غاتجيكش التقنيته هنايا سيري ردوا البال البنات لهاد النقطه هادي شنو هو البريون بريون سير نورمالمون كنتي تطلعي سيري طلعي من لهيه طلعي طلعي من تما وباش يجيك تقطيعه سهله فيما كتكون عندي التقنيته كنخرج وندور والكري راه شتو راه ما كتقطعش الكري داك الكري راه كنحيدو حنا في السورجي البلطه فصلتي الكمام مازال غتمشي لتحت ديال الكسوه لتحت ديال الثوب وغتشوفي شحال بغيتي في البنطه ديري 8 8 في 8 طويله 11 درتي 11 كامله ديك عريضه بزاف لا 11 متوية على جوج ايوا راه هي هذيك 11 متوية على جوج شحال بتعطيك بتعطيك اسمو بتعطيك 5 ونص 5 ونص ربما كثيرة سيري سيري إلا ما عجبتكش نقصيها يلا سير درتيها بالطول درتيها في داك العرض سيري مزيان في داك العرض ميترونز هكاك يلا سير عريضة ديك البنطة بزاف شوية عندك واش كنقول لكم تقلو شتو راه كنحط يدي ياك وكنقطع هكداك دابا هذا الظهر كما كتشوفوا راه فصلنا في البلاصه المسدوده اول حاجه البنات شنو غديري دابا ما غادين اش غديري غنشد بالفنيت غنحط فنيته هنا وفنيته هنا وفنيته هنا وندير فنيتات في التحت ولتحت كاع فيما كاينين الزوايا كديري فيهم فنيتات هكذا باش ما يعذبكمش الطريقه البنات راه كديروها مبتدئات ولا ماشي مبتدئات حنا كنديروها زعما اللي كان ها الثوب ديجا كيزلق شويه هذا ما يحتاجش ديري له لتحت ياك ما كيبينش لا لا ما كيبينش يلا ردوا البال دابا البنات شنو غنديروا المهم نتوما تبارك الله راه البنات اللي متبعيني ديما راه عارفين اسمو يلا سير غادي نخدموا التقليب ولا الداخل في الخارج في الاول كي كان في الاول كي كان كان بحال هكذا كان هكذا دابا غيولي العكس غادي يولي هذا فينا ال ها داك الرضا هذا الرجلين ليه نقلبوا بابا جلال اسهل تجي الرجلين دابا غيولي العكس صافي غيولي العكس سيروا وروني الدفو ديال الثوب الا كان صغير اشنا هو جري جري عطوني الفوق هكذاك حنا نورمالمون واش كنديروا سيره سعيده سيري معايا نورمالمون كندخلوا هذا لا قلبي كندخلوا الكتف في هذه البلاصه هذه ولكن بما انه الثوب صغير ما فيهش العرض هذا هو الدفو اللي كنلقاو يعني دروكا غادي نحاولوا نشوفوا خاصنا نبقاو ها نجيبوا مع هذه الدوره هذه الدوره ديال التركيز غنحطوا التركيز مع التقويره مع التركيز شايت لك الزين الثوب شايت الحمد لله شايت صافي كنجيبوا التقويره علاش جانا هكا جانا كاملين الكليانه ما غليضاش اما الا كانت غليضه الا كانت غليضه راه ما غيقدكمش 34 نيت زعما بس زوين بس زوينين الفنيتات الفنيتات شتي كيتفيكسي صافي كتولي كتقديه راسك قديه طيب طينا كنقلب الثوب ديالي كنشوف واش جري 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 من هنا سعيده جري هو الاول قديه الفوق عليه شوفي ليا الزواخه هبطي هبطي لتحتاني شتي لتحتاني ما كاينش هكذا سير صافي مزيان يلا دابا شوفي ليا الزواخه هذا راه فيه زويوقات البنات حاولوا ردوا البال وصافي كنحط كنقلب الثوب ياك دابا غيولي العكس هذا كان في الهيه كان في الوسط دابا غيولي في الفوق وكنخلي واحد سنتيم هنايا كيف ما كتشوفوا راه خلينا واحد سنتيم فين في البلاصه المحلوله وغادي نقطعوا عادي نتوما راه كاين بشويه ديال العصا صافي وكنقطع عادي يلا غادي نقطعوه غنقطعو خوه بحالو ياسر
عندي هنا واحد الزاويه راك شفتو راه خرجات باش تدور، كاين اللي كيجي وكيدور داك سبعيطه خصو لي يعلمكم ضروري خصك تخرجي وتدوري مزيان صافي. اش كديري دابا الكمام؟ يلا سير ما تقطعيش حتى تورين الرقيقه 13 كافيه 13 لا 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 داكشي كامل وغادي تاع السورجي غيصاوبو لك غير سيري راه المقص حيت كتكراطي بالمقص داكشي علاش كيعطيك هكا ما كيقطعش صافي. المهم غنقطعوه كامل بحالو وغنرجعو يا ربي يا من الزين. يلا دابا صافي دابا شوفوا شنو غندير غتفك الفوقاني على التحتاني هاد القطر راه غادي كلشي غيلبسوه ويلي راه انا هذا عندي خوت حيت اختي جابته من المغرب السعودي وجابت لنا بحال بحال قلت لها تا تفصلوه ما عجبنيش القري قلت لها تا تفصلوه دخلي عليه الغوص ونشوفوا واش زوين عام وصل ديالي دخلي عليه الغوص بنتي لا ما كيطلعش عرفتي هذا البنات غادي تخدم بالقري وبالغوص يجي واعر ولا دخلتي فيه الخضيضر كاع يجي زوين خاصة شيراندا ما الكرونه ما يجيش فيه الكرونه حتى الكرونه يجي زوين ونجي نسلفو عندي ايه عندي انا خو ثاني نديرو بيه الدرس الى بغيتي حنا ندرسو حيدات فكات حيدات الظهر بقى لي هذا بالامام اضافه اللي غنزيد على الامام وكل لي كيجاكم التصوير ديالي التصوير ديال استاذتكم هذا الامام كتبغيه شويه كبير ديري 10 انا بطوب 10 اصلا الخفتان كان بطوب 10 هنا راه بدي المربع انا كنقور بلا مربع شتي كي دارت ليه صافي وكتطلع بخمسه تقريبا وخمسه وكتدور بها غير ما تولفوش هكا نقولوا التركيز تركيز ولكن الكل عادي هاد الدور عادي سير المهم هبطات ب 10 وقورات كنجيبو التقويره من هنايا من هاد من هاد من هاد النقيطه هادي ديال الكتف هي دابا ولفت تخدم بهاد الطريقه هادي شتي الا ولفتو هاد البنات شي طريقه راه ما تقدوش تبدلوها واخا ما عرفتها شنو انا من الاول ولفت كنخدم خدمه ديريكت هذا التركيز لا يعجبك شوفي الا بتدخلي فيه راه غيزيد يكبر ليها اصلا انت راه ما قطعتيش القطعه مقاده من الاول نعاود نهبط شويه ونجيب الدور بلا ما تهبطي جيب الدوره بلا ما تهبطي ما كاينش فين نشد غتشدي في الوسط الدوره صاي قال لي الرونج سير ايوا عندي شتي كيكون صعيب تدي دوك شنيتي ايوا مزيان مزيان سير الوسخ يلا دابا غنجيو للتركيز راه احمر ردوا البنات البنات التركيز التركيز اش كندير كنجي النص كنجي النص ديال التركيز انا راه حاولت نصور شويه زوم المهم قربت غير باش اللي عندها شي اشكاليه ولا شي حاجه تعرفها التركيز اش غندير كنقسم على زوج وكندخل بزوج يلا سير وغنهبط هاكاك شوفو شوفي حاطه صبعها راه تما راه ما غنمسوش زيد شوف عاوتاني ردوا البال ملي غنخرجو غتخرج هاكاك يعني ما كنمش هنا وما كنمش هنا يلا قطعي ملي غتقطع راه غتجي وغادي تدخل ديريكت لداك الخط الاحمر ما غاديش تشد نهائيا شي حاجه في الكتاف ردوا البال البنات لهاد النقطه مهمه بزاف شوف راه غتجي وغتدخل شفتوها غتجي وغتدخل باش ما تشدش الكتف الا نقصات في الكتف هذا راه الامام غادي يولي خاصها سنتيم في الخياطه مع الظهر وهنا عاود ثاني راه غادي نخرجوا ازيرو ازيرو هي كنخرج النقطه تاع النهايه ولا البدايه ولا ما تاكليش ها ما تنسيش ما تنسيش في الجناب شفتو الجناب ما تنسيهمش نهائيا شعيبيه مزيان يلا سير واش اليوم فصلتي بوحدك ما عاودتي على حتى واحد ماشي ملي كدورو بكم كثرت البنات راه كيخربقوكم ها كتلفو اللهم فصلي راسك باش كتعرفي اذا نتي راسك واش شاده شي حاجه ولا لا غادي نشدو التقويره ديال الامام كنعبروها شفتو راه كنديرو بحال كنخيط معاها السنتيم
عطاتك 28 ناقص واحد، ناقص واحد 27. 27 اشنو بديري؟ شحال بيتي في العرض؟ في العرض ديري 16 واخا هي ديري 16 في العرض. بقى لينا الثوب واخيرا الحمد لله بعدا. شحال ديال الثوب؟ 3 متر، 3 متر، 3 متر، وفيه هير متر واسمو جانا، جانا العبار مزيان. اثنين الثوب على زوج، وعاودنا اثنين على اربعة. ديجا هو ديجا هو مثنى على زوج، ياك ما الظهر هذا فصلت فيه الكماش عيبيه. او يا نورك وقعت لي انا والله الا وقعت لي، علاش علاش وليت فيما بين تفكر كنخاف. راه اي حاجه كواتكم كتبقاو عاقلين عليها. 10 دولار راه كتقد. حاول سعيده سير، يلا سير البلاصه اللي نسدوها علاش غنخدموا لكم. قادين الثوب ديالنا وكنديروا ها شوف ها هادي فوق شتي ها هبطي مازال ما كنجيش نخدم، كنقلب الطروفه التحتانيين بربعه كنفيريفي كنشوف واش شاده داكشي هو هذاك ولا لا. هاكا كيا كتقلب عاوتاني مزيان. يلا 15 ما نديرش 13 ومنيت عندها هنايا بزاف السيده عندها الدرعان وجوهره كتلصق، يعني 15 مزيانه. راه 13 راه ماشي ديما كنديرها، كنديرها الا كانوا كسيوات زويونين شي حاجه تخرج القطن كي بيكون شويه داير. هبطنا ب 13 15 15. اش غتحط دابا؟ داكشي اللي لقينا في التركيز، داكشي اللي لقات في التركيز الامام كتعبروا مايل 27. نحاول ندور شويه لهيه الدنيا كملها توابت هكداك. كتقلب كتبدا واحد من هنا وكتقلب على العبار اللي بغات في هذا الخط هذا. سير مزيان كيجيك مترجم مترجمه خدم في الجزيره اللي خاصو شي مترجم. اش درتي؟ اش درتي؟ اش درتي؟ كنقسموا هذا الخط كنقسموا على جوج، كنعاود نزيد كنقسم على اربعه. هذا كنقسموا على جوج، كنقسم هذا على جوج، وكنقسم هذا على جوج. يعني هذا الخط هذا على شحال قسمته؟ على اربعه. سير كنطلع بالكم كنطلعوا في الفوق. اشنو هو هذا؟ هذا راه الكتف، الكتف كنطلع ياك. يلا زهره عطينا نزلتي قفرتيها الكتف كنطلع وتحت الباط كنزل. يلا هنا كنمشي واحد المسافه. هاي هذيك 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 ركزي لي عليها سير. جوج سنتيم كنمشي ديريكت قاده، كنمشي ديريكت. البارح سولاتني واحد السيده قالت لي كندير لكم وكيجيني مقنت من تم. ما كنجيوش من هنا ونخرج زيرو هنا، كنخليو هادي مقاد سير. كنساو واحد جوج سنتيم ومن هنا كنجيو حنا كندورو غاديين لعند ديك السنتيم. كنمشي لعند سنتيم الوسطاني، نخرج هنايا في النص هكاك، وكنمشي عند سنتيم باش هبط وكنخرج الاخر. فوالا شتي كي كيجي داير كيجي زوين ولد كيبان زعما كايبان. لا لا راه مقربه ليك انايا مزوميه. كنهبط بشحال؟ 30. منين جبتيها؟ طول الدراع، طول الكود، طول الكود، طول الكود، طول الكود. طول الكود كنسطروها، سطريها غنحط عليها دورة الدراع مقسومة على جوج زائد واحد كنشد الدرعان ديال الكليانة. بعض المرات اريديك بعض المرات كتكون الكليانه عندها هنا، عندها هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي ياك ما عندهاش هنا، عندها هنا تيحيدي تي تري. دابا انا كاع ما كنشدي دابا غير باش تهرك. كيكون عندها هاد اللحم هذا ديال هنايا، هادي وجهك اش ميت انا وجهك. كيكون عندها هاد اللحم هذا كنطلع لها السنتيم لهاد البلاصه هادي، والله ما خلاتني نمسها. كنرد البال هنا هاد البلاصه هادي كيكون فيها واحد اللحمه، ردوا البال. عندكم تعبروا هنا وتخليوه هنايا. كتقلب الكليانه كتمسيها كتشوف واش عندها داك اللحم ولا ما عندهاش. كنزيد 22 عرفتي علاش؟ هنا غيجيها مقد ولكن الفوق غيجيها مزير، يعني كنرد البال لهاد القضيه هادي، خاصه ملي كتكون الكليانه غليظه وضعافات. ردوا البال البنات، كتكون الكليانه غليظه وضعافات ملي كتضعف راه هذاك اللحم ديال تما ما كيحيدش كيبقى تم. داير صافي كنعبر الطول من الفوق ندير ليها 62 سير. كنعبر الطول كنزيد ليه المهم، أو كندير العرض اللي بغيتي. 15 كتزيد زويونه، 15 أنا كتعجبني كنديرها في الجلاب كنديرها في كل شيء. إلا إلا كنت باغا ندير العرض 15 بالخياطة بكل شيء. 15 راه يلا ملي كتخيط كتجي مزيانة. صافي كندي هاد النقطة اللي عند هادي. سعيدة خدمي بلا اسمه بلاش
بلا سنتيم بلا سنتيم. نجيبها معوجه ثاني نجيبي والو جبني يمكن ندخل شويه هنا. سيري 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 اصلا كنتي تقاديها هي الاولى معايا هادي. سير نقص لها شويه هنا باش يجي التناسق ولا زيدي في هنا. لا نقص لها هنا شويه هنا باش يجي ملاصق. شتو هنا راه واحد شويه خارج حنا نقادو دابا داك الديفو ولا واحد الحاجه الا كانت الكليانه عندها هنا بزاف ياك ما تنقصيش ليها زيدي ليها في العرض هنايا هي ما عرفات ما عرفتش هي ما عرفتش الدور. يلا سير صافي وغنقطع سير بير هذاك الشيء بدا كيخرج صافي غنقطعو جوهرة شكون بحال اش فهمتي انا ما نمسحش فيها انا واخا ما عطاش شنو كيف ما كتشوفوا راه يديها حطاها هنايا كتفيكسي بها الثوب باش ما يبقاش يطلع ليها. ها هي غنخرجوا طلع طلع زيد 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 كنطلع كنفوت الخط عليه كندور شتي عليه دابا غندخل وصافي الحمد لله القفطان صح ليك واخا القفطان ها هو خرج مزيان عندي جون. المهم دابا سالينا القفطان ياك صافي كنتمنى البنات يكون الدرس في المتناول. غنجي عند واحد الغزاله حتى هي اخرى هنايا عندها واحد الكم ها هما الشرا الطريقه باش كنخدم مع البنات راه كلهم كاين نفس اسمو مزيان. خرجينا يا خرجينا ها هو الديفو اللي درنا دابا سيري لا طلعي شويه هاك شتي صافي وغنقطعو ها هو طلعت بواحد نزلات بواحد هنا غديري الباندا ياك يلا سير الله يسخر نقصتي لعبات الباندا الله يسخر جيبي القص ديالك نمشي ديريكت يلا سير. المهم البنات هذا هو الدرس كنتمنى كان الفائده تعم الجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.